باسم الحرباوي يدخن السجائر. بعزم وإرادة قرر ترك هذه الآفة التي تضر الصحة ولها تأثير على الوضع الاقتصادي للمدخن. تقريبا دخنت ما يقارب 20 سنة، وحاولت من خلال الفترة هاي انه 20 سنة انا اترك الدخان وعود ارجع اترك ورد ارد ارجع. فالفترة الأخيرة انه خلص شفت عيادة التدخين وتركت الدخان، وقلت لازم يكون في مساعدة، يعني شوف عيادة التدخين شو بيعطينا مساعدة معهم. فشفت المساعدات اللي عندهم بالنسبة للعلكة وبالنسبة للذات التدخين النيكوتين مساعد معه. جربت المساعد مع استشارة الطبيب الموجود في العيادة والحمد لله تمام الوضع. عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لوزارة الصحة ساعدت الكثير من الشباب للإقلاع عن التدخين. نسبة نجاح المدخن في تركه للتدخين 75%، نسبة النجاح تتوقف على إرادته. 25% بمساعدتنا إحنا ببدائل النيكوتين اللي بتوفرها وزارة الصحة مجانية تماما لكل الأردنيين اللي معهم رقم وطني. خطة العلاج تستمر لمدة 3 شهور بمعدل مراجعة كل أسبوعين، يتم فيها تقييم حالة المدخن. طبعا من شروط نجاحه في العيادة انه يتوقف تماما عن التدخين ويلتزم فقط بالعلاج. كما ان للتدخين اضرارا وتأثيرات على القلب والشرايين، ويكمن الخطر هنا في ان الضيق الدائم في الشرايين يسبب على المدى البعيد انسدادا في شرايين القلب. جميع الدراسات تشير الى ارتباط التدخين واثاره الجانبية السلبية على صحة الإنسان. التدخين له أثار سلبية عديدة على جسم الإنسان، من أهم الأثار هو تأثيره السلبي على الشرايين، ليست الشرايين القلبية فقط، الشرايين الدماغية والشرايين الطرفية. كل الدراسات تشير إلى أن أعمار مرضانا في الأردن يعتبر صغير بمقارنة مع الدول الغربية، وذلك لعدة أسباب، أهمها ارتباط حياتنا في سلوكيات خاطئة خاصة التدخين بكميات كبيرة. ويذكر أن التدخين يؤثر على المجتمع من خلال التأثير السلبي على غير المدخنين. زيد الزعبي، التلفزيون الأردني.